اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما انتم شايفين يعني الجمباز دخلنا، يعني الحقيقه الواحد بيبقى سعيد لما يلاقي لعبه بقت كانت بعيده وكانت يعني معرضه للايقاف وترجع مشوار كبير تقطعه في 3 سنين. لا ده انجاز كبير لازم احنا الحقيقه نحط الضوء عليه. في البدايه برحب بالدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد واحد الجنود المجهولين في الانجازات اللي انتم بتشوفوها دي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، منوره باهلها وبجمهورها يعني العظيم يعني. اخيرا وليس اخرا. بالظبط. ان شاء الله باذن الله. معانا طبعا نجمه منتخب مصر واللي حصلت على الميداليه الذهبيه في حصان القفز، والحقيقه اللي كانت مفاجاه وعملت ضجه كبيره جدا في السوشيال ميديا لدرجه ان رئاسه الوزراء كمان هنت اللاعبين او اللاعبات. اهلا بك يا نانسي طمان لاعبه منتخب مصر. اهلا بك. اهلا بحضرتك، منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. انجاز كبير طبعا وحاجه تشرف يعني. الحمد لله. يعني قولي لي طبعا يعني احساسك كان ايه اول ما خدت الميداليه وعلم مصر بيتعزف والعلم بيترفع على ارض مصر في وسط كل الهيلمان المعمول ده؟ الصراحه اتبسطت جدا الحمد لله، لان دي البطوله دي اول مره تتلعب في مصر، فوسط أهلنا وسط جمهورنا وسط الناس كلها، فكنت عايزة أعمل حاجة مشرفة. وطبعا دي كانت بعد تعب سنين، يعني أنا تقريبا من 2015 وأنا بحضر لميدالية زي دي. أو الموضوع مش سهل خالص. يعني أنت من 2015 يعني 5 سنين، ودخل فيها كورونا أكتر. ودخل فيها دخل فيها حاجات كتير وتوقفات، والاتحاد عنده مشكلة مهدد بالإيقاف، يعني كان عندك صعوبات كتير. طبعا كان في صعوبات كتير، بس الحمد لله دكتور ايهاب وفر لنا حاجات كتير قوي ان هي تساعدنا ان احنا نقدر نوصل لانجاز زي دوت. والحمد لله يعني بدات في 2018 جبت اول بحر متوسط. دي كانت البدايه. دي كانت البدايه، من ساعتها بقى حمستني اكتر ان اشتغل اكتر عشان خاطر اجيب ميداليه زي دي. الحمد لله بجد احنا سعداء بيكوا، وميداليه جميله منوره. بس الميداليه يعني حاجه بتبقى في تاريخ اللاعب حاجه جميله جدا، لما ياخد بطوله عالميه بالشكل ده بتبقى حاجه جيده جدا. طب قولي يا نانسي، يعني برضو انت كنت داخله البطوله وعارفه مين اللي مشارك؟ طبعا اللعيبه بيجوا وفي رانكينج اللعيبه، وانت عارفه اللي هتلبسيهم مين. طبعا ده كان متوقع لك، ولا انت في اثناء البطوله عملتي الطفره؟ يعني مثلا ممكن كان دكتور يقول مثلا لا مرشحه تاخد برونز مثلا، يعني برونز، ولا انت كنت داخله والناس عارفه ان انت رايحه على الذهب؟ لا، هي كانت في منافسه ما بيننا، كلنا كان مستوانا قريب من بعض، فكان لازم اعمل احسن حاجه بالنسبه لي عشان خاطر افرق عنهم. طبعا اول يوم كانت في بعديه بطله من تركيا كانت قريبه مني، طبعا كان لازم ان انا يوم الفاينل اعمل احسن من اللي عملته اول يوم. وده انا قدرت احققه الحمد لله، لعبت احسن. يعني انت ما كنتيش داخله ضامنه دي طبعا صور ليكي يعني في البطوله، يعني انت يعني ما كنتيش داخله ضامنه الذهب، عشان الناس بس فاكره ان اللي داخل ياخد ذهب ده حاطط رجل على رجل والذهب بتاعه. لا لا، احنا بنلعب رياضه وده جمباز، والموضوع بيبقى صعب جدا، مش زي الناس ما هي فاهمه كده خالص. انت كنت بتفكري في ساعتها يا نانسي؟ بفكر في تعليمات الكابتن طبعا اللي قالها، وازاي اطلع باحسن نتيجه اعمل اداء كويس. استجمعي بقى، بتفكري اكيد بيبقى يعني في عندك ديفو مثلا وفي شغل منتال، يعني انت بتركزي على حاجه معينه، خطوه في رجلك، عندي غلطه كده معينه ان انا دايما بنزل على الحرف شويه، في عندنا خط احمر المفروض ما اقفش عليه، انا دايما بقف يعني باخد خطوه واقف عليه، فدي كانت اكتر حاجه بركز عليها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نزلت جنبه بالظبط. شفت انا بقول لك ليه؟ بقول لك كده لان انا عارف اللعيب بيبقى دايما بيفكر انه داخل على الـ على الـ على الـ فبيفكر في غلطته، مش عايز اكرر الغلطه تاني. انا عارف، انا شايف عينيكي كده. دكتور تعالى لي بقى دكتور، ده انا عايز يعني معانا كلام كتير. انا بجد يعني انا بشكر نانسي جدا النهارده في قناه الاهلي، قناه رياضيه، والمجهود اللي هي عاملاه والالتزام بتاعها. نانسي من طبعا اكتر اللاعبين الملتزمين جدا، ليها طريقه خاصه في التدريب، ومعاها مدرب كفء جدا. انا بحييه على الهواء من هنا وبشكره، كابتن احمد عبد الراضي، عمل نتيجه في البحر المتوسط وعمل نتيجه تستحق الفوز يا بطل، شرفتنا وشرفت مصر. وكمان برضو انا عايز اقول حاجه في الكواليس برضو، طالما انت حضرتك لدمت مع نانسي بقى في الحاجة. نانسي كانت عايزه تروح الاولمبياد. لا ده كانت خناقه بيني وبينها. يعني بص، طبعا حلم اي رياضي ان هو كان يروح الاولمبياد، واحنا في التصفيات كان عندنا مشكله في استضافه البطوله الافريقيه، اتلغت وجا الاتحاد المصري الجمباز جاب البطوله، عرضنا على الاتحاد الافريقي ان احنا مصر تستضيف البطوله فول اكوموديشن لكل البعثات عشان يرضوا ييجوا عشان البطوله تقام. طبعا اذروايز البطوله هتتلغي، واحنا هنفقد 4 اماكن في الاولمبيكس. عرضت الكلام ده على المهندس هشام حطب ومعالي الوزير، والاثنين وافقوا وخدت الموافقات، وعملت اجتماع 3 ساعات ونص
وخدنا موافقه بالاجماع من الدول الافريقيه وجم فعلا عملنا البطوله. كان حلم نانسي انها مركزه انها على الاولمبيكس. كان في يوم انا فاكر اتكلمنا مع بعض نص ساعه في التليفون وكان الكونكلوجن بتاعنا ان انا بقول لها ركزي في كاس العالم وهي عايزه تركز في وهي الأولمبياد. بتقولي انا عايزه اركز في الاولمبياد وانا بقول لها يعني هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه من اللي انا قلته كان اهم 100 مره واحنا يمكن اول ما قعدنا هنا قلت لها ها دلوقتي راح ايه الاخبار دلوقتي هي فعلا لا نانسي بوتنشال وعندها البوتنشال القوي قوي لعيبه مميزه على جهاز الحصان طبعا على فكره عندها نط اقوى من دي تمام وده اللي ان شاء الله باذن الله خططته طبعا هنداري على الموضوع ده على شبابك ان شاء الله خلينا اعزائي المشاهدين عملنا تقرير عن الجمباز وانجازاته خلينا نشوف كده ويا حضراتكم دي نجح الجمباز المصري في معانقة الذهب العالمي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والتي احتضنتها ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من الأول وحتى السابع من يونيو الجاري بعدما استطاع الثنائي نانسي طمان وعلي زهران في حصد ذهبيتي جهاز حصان القفز والحلق كما نجحت مندي عصام وزينة إبراهيم في حصد برونزيتي جهاز الحركات الأرضية وعارضة المتوازي وشارك في البطولة التي أقيمت على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم وحظيت باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة إفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة وأشاد مسؤولو الاتحاد الدولي للعبة بقدرة مصر التنظيمية الهائلة لاسيما بعد ما لمسوه من قدرة كبيرة على إخراج البطولة على الشكل الأمثل وبأيادي مصرية خالصة وسط تطبيق كامل وصارم لكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتعد هذه النجاحات استكمالا لما قدمه اتحاد الجمباز خلال الفترة الماضية بعدما ضمن صعود 11 لاعبا لأولمبياد طوكيو المقبلة في عدة أفرع سواء الجمباز الفني أو الإيقاعي أو الترامبولين ويأمل مجلس إدارة اتحاد الجمباز في حصد المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمختلف الألعاب والأبطال الرياضيين لو قال يعني لو حد يعني قال لنا ان البطوله دي في اوروبا هنصدقه يعني لو احنا جبنا لكم الفيديوهات دي وعرضناها على حضراتكم وقلنا البطوله دي في دوله بره هتشوفوا هتقولوا الفرق مش هتقولوا لا مش حاسين بفرق خالص صح يا دكتور لو ما فيش دوله في اوروبا تعرف تعمل بالمنظر اللي احنا عملناه ده اقوى صح. كاس عالم بيتعمل في فرنسا احنا الحمد لله البطوله اتعملت اقوى واشيك وافضل وتنظيميا اعلى والفيديوهات موجوده على اليوتيوب طب احنا شايفينها احنا شايفينها دكتور الحمد لله يعني الحضور حضرتك بتقولي في شخصيات كبيره جت ما كانتش بتيجي اصلا البطوله دي حضرها رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد الدولي اربع رؤساء قاريين رئيس الاتحاد الاوروبي رئيس الاتحاد الاسيوي رئيس الاتحاد الافريقي اعضاء المكتب التنفيذي بالظبط اللي ما جاش من الاتحاد الدولي ثلاث افراد علشان ما عرفوش يجوا انما هم كانوا عايزين يجوا كل الاتحاد الدولي جه الله ما كانش عنده يعني هم جايين عشان يشوفوا الحدث بس الناس لما جت ودي لقطات وصور من البطوله يا كابتن كمان طبعا اتفضل الناس حصل لهم نوع كبير جدا من الانبهار اعتماد الاتحاد المصري للجمباز ان هو ما يستخدمش اي شركات من الاتحاد الدولي وان احنا هنعمل كل حاجتنا هنا ده اثار فضول غير عادي احنا يعني ايه لا فسر لي دي يا كابتن يعني ايه يعني بطولات الجمباز غالبا لما بتيجي اي اتحاد يستضيف اي بطوله بيرسل الاتحاد الدولي وبيبعت لك شركة التصوير شركة السكورينج شركة اللايت شركات بتاعة الاتحاد الدولي وفي سبيكس مريعة أنا لما دخلت في التفاصيل يعني حاجة صعبة جدا إن أنت تحققها والحمد لله حققناها بمصريين كلها بناس مصريين الستاندرز كلها كله مصري بما فيهم السكورينج سيستم السكورينج سيستم ده حاجة يعني صعبة من عارف. اختراع موجود عندنا في الاتحاد الدولي وده أي حد أي دولة عايزة تعمل بطولة خطب الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي بيبعت شركه من شركاته تيجي تعمل السكورينج سيستم عندك احنا ما محتاجناش قلنا لهم شكرا طب كان رد فعل الاتحاد الدولي ايه
هم كانوا مستنيين الغلطة وكانوا قلقانين طبعا لان لا انا اللي حاسب على الفاتورة دي على طول على طول الغلطة في دي بالذات توقف الاتحاد. بس عاجبني فيك ان انت تشديت للمسؤولية. وكنت مقتنع ان احنا نقدر وخدت المسؤولية. قعدت يمكن مع الدكتور اشرف واتفقت معاه وقلت له الموضوع ده هيوفر معانا اكتر من 10 مليون جنيه. قلت له انا بصراحة مش رافض ان احنا ندفع المبلغ ده لان انا عشان اجر السيستم واجيبه ويتنقل. لا انا عايز اعملها ب قلت له هنعمله عندنا في مصر بتكلفه اقتصاديه. قال لي هتقدر؟ قلت له حاضر وعملته. انت قلبك جامد قوي قوي لاعب جمباز قلبك جامد قوي. نانسي قولي طيب يعني اكيد يعني الجمباز ما دخلتهوش صدفه يعني اكيد الجمباز انت بتلعبي اول في المؤسسه العسكريه في اسكندريه صح؟ طيب بدايتك ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تخش الجمباز خاصه العيال الصغيره ما بيحبوش الجمباز؟ الجمباز لعبه صعبه وتمارينها لا والمرونه بس دلوقتي بقوا بيحبوه على فكره. ده انا شفت لعيبه بتعيط. لا لا لا, لا, لا بطلنا الكلام ده خلاص. خلاص كل الكلام ده اتغير. بس انت يمكن ايامك كان صعب. دخلت ازاي؟ التحقت ازاي بجمباز؟ هو انا وانا صغيره كنت شقيه شويه وبابا كان بيحب جمباز وبعدين جه في يوم كده خاله اخدني وداني اول تمرين ليا. كان ومن فين؟ ساعتها بقى في اسكندريه في الاستاد. تمام. كنت بلعب الاول في نادي الاولمبي وبعدين مشيت ولعبت في نادي المؤسسه. كان عندك كام سنه اول ما بدأت؟ اربع سنين. خبر ابيض صغير قوي. بس حبيتي انت الجمباز؟ لقيتي نفسك فيه؟ حبيته لقيت نفسي فيه فعلا. كنت ماشيه فيه كويس طلعت طاقتي والشقاوه كلها جوه الجمباز. كنت هايبر سوبر هايبر اللي لعب طاقه مش قوي بس كان عندي يعني الامكانيات كلها ان انا ابقى لعيب جمباز. والصراحه كل اللي حواليا ساعدوني جدا. اهلي كلهم وقفوا معايا والمدربين اللي مرنوني وانا صغيره يعني ناس كتير امنت بيا ان انا اقدر ابقى بطله وكده والحمد لله. طب قولي لي يعني شعور اسرتك سواء بابا ماما اخواتك يعني كلميني على اللحظات دي لان دي تبقى فيها منتهى السعاده. بتجري بعد ما تاخد الميداليه بتجري على التليفون تشوفي بابا كلمك ماما يعني كلميني. اول حاجه الصراحه بروح جري مكلمه ماما فعلا. عشان بيبقى غالبا بابا متوتر بيبقوا فرحانين طبعا. معظم البطولات بابا مش بيتفرج عليا طبعا. بيبقى من كتر ما هو متوتر ممكن يسيب الملعب ويطلع يقف بره يستنى لما اخلص وبعدين يدخل يتفرج. صعب تتفرج على الجمباز. صعب فعلا. صعب فعلا خاصه بقى لو بنتك او ابنك بيلعب بيبقى الموضوع صعب. يعني احنا واحنا قاعدين في المقصوره يعني وهم بيلعبوا في يوم في ساعه البطوله بيبقى اكني بلعب معاهم. صح. يعني بنبقى في حاله توتر غير عاديه. انا عايز اقول لك يا دكتور الجمباز لحظه يعني لحظه غلطه مش هتبقى التاني بره خالص. بره خالص يعني يا اول يا مفيش. يعني الدقيقه اللي وفتيها انت وشفناها على الشاشه دلوقتي اللي انت بتجمعي نفسك دي بتهيألي بتمر على حضرتك وعلى اسرتك. اصعب وقت. اصعب وقت على اللاعب. التوقيت ده بيبقى اصعب وقت على بس وانس ان هو بيبدا يجري خلاص يعني ده بدا خلاص. طب وقولي لي جريتي على ماما قلت لها ايه بقى يعني بقى اول ما خدت الميداليه؟ بس اللحظه دي بتبقى محتاج ان احنا نوصفها لان بتبقى من اللحظات اللي الواحد بيعيش عمره كله عليها. يعني مش عارفه الصراحه كنت انا وهي بنعيط تقريبا لان عارف الميداليه بعد تعب ومجهود كتير. فاول بقى ما بلبس الميداليه وعلم مصر بيشوفها بحس ان انا الحمد لله وصلت. هي كان طعم الميداليه عندها مختلف تماما لان هي كانت طالعه انا هقولها بصراحه يعني كانت زعلانه جدا انها ما راحتش الاولمبيكس. فالموضوع ده كان مأثر فيها نفسيا جدا طبعا. فالميداليه دي سبحان الله جت بعد مكافاه ربانيه بالظبط الحمد لله. فيعني كان فرحتها كبيره قوي بالنسبه لنانسي وانا حسيتها معاها. هي فضلت او حضرتك كمان بالاخص وجهت طبعا سمعه مصر واسم مصر عن مجد شخصي اكيد صح ولا انا غلطان؟ اكيد صح. يعني انت فكرت في اسم مصر ما ينفعش تقول على ارضنا ما ناخدش ميداليه وده اللي كنت فعلا. والله بقرص عليها بس هي في الاخر سمعت الكلام. لا وعايز اقول لك لا وشوف ربنا لما 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 يبقى كل القياده في الدوله بتهنيكي وتلاقي نفسك على السوشيال ميديا كل الصفحات بتبارك لك وصورك ماليه وفجاه وبتاع مكافاه اكيد ربنا يا دكتور سبحان الله ويثبت لك ان حضرتك كنت صح. الحمد لله. وانت كنت صح ان انت التزمتي بالتعليمات وحطيتي سمعه البلد واسم البلد قبل مجد شخصي ليك ان تشارك في الاولمبياد. اكيد طبعا. اكيد سعيده. اكيد الحمد لله. طب ايه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ايه؟ احنا عندي بطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله على طول كده كاس عالم. كاس عالم تاني مؤهل. ده كاس عالم مؤهل للاولمبياد بس احنا لازم ابطالنا يشاركوا فيه. لازم ان شاء الله باذن الله في الدوحه. فين؟ الدوحه. ده كان مهدد بالالغاء
واحنا على فكرة كان رئيس الاتحاد الدولي طلب مننا في مصر أثناء البطولة، كان في اجتماع مع معالي الوزير وطلب، قال لو في حالة تعذر إقامته في الدوحة يجوا مصر، قلنا له هنستضيفه في مصر. يعني هم اللي طلبوا ووافقنا وقال هتقدروا تستضيفوه. حتى الدكتور أشرف بص لي قلت له تمام احنا جاهزين، قلت له خلص الخماسي ونبدأ تاني، قلت له في نفس الملعب ما تقلقش. قال لي قلت له ما تقلقش قوي قلبك، احنا عايزين نستنسخك يا دكتور، يعني عايزين نعمل منك استنساخ في كذا مكان. والله هقول لحضرتك حاجة، الهدف سهل، ان انت تحط هدف واضح وتركز فيه وتشتغل عليه وتنسى بقى الكلام، يعني تنسى كل اللي بيتكلموا حواليك والاحباط واصل دي ما اتعملتش. لازم يبقى فيه تارجت قدامنا، واحنا على فكره احنا يمكن جيت هنا قناه الاهلي من سنتين ثلاثه وقعدت مع حضرتك طبعا ده مكانك، والكلام اللي انا الكلام اللي احنا قلناه من اول يوم من اربع سنين كله تنفذ. احنا مش شغالين، انا مش شغال وتأهل 11، انت وعدت 10 انا فاكر وعدت قلت الماكسيمم كنت 11، قلت ان شاء الله هيتأهل عندنا 10، الحمد لله خدنا ال 11. ده يدل ان احنا شغالين مظبوط. طبعا نتفق او نختلف او حد يقول لا اصل المستوى اصل وكان ممكن يبقى احسن شويه اقل شويه، لا مش مشكلتنا، التارجت اتحقق زي ما اتقال، مع ان التارجت ده كان صعب على اللعيبه، كان صعب على الاتحاد، كان صعب على امكانياتنا، كان صعب. انما انت النهارده الدوله بتتطور، كل يوم بتسمع صالات بتتفتح جديده، صحيح، بنيه تحتيه، مدن، صحيح، مدن بتتعمل جديده، وعلى المستوى البشري كمان. انا حضرتك، انا دكتور اشرف طالب مني ان انا اروح العاصمه الاداريه، انا طبعا ما كنتش فاضي اليومين اللي فاتوا خالص، يعني قال لي روح بص على الصالات، قلت له حاضر، صالات مش هروح اتفرج على صاله، صالات صالات ان شاء الله. يعني انا حضرتك انا بتفرج على الـ على الـ على الـ على السوشيال ميديا كل يوم انشاءات جديده، صحيح، مدن جديده. يبقى احنا كمان لازم، اللي مش هيواكب هذا التطور هو الخسران. برافو عليك. وده اللي كنا عاملينه في الجمباز، ان احنا وده الاتفاق اللي انا اتفقته مع اتحاد الجمباز واسره الجمباز بالظبط، احنا لازم نواكب موجه التطور اللي موجود. اللي مش هيتواكب الموجه هو الخسران. هو الخسران، هو الخسران. لا ده انا عايز اعرف منك كمان، انت اول ما جيت كان الاتحاد مهدد بالايقاف وجيت في لجنه وبعد كده مسكت الاتحاد. لا ده انا عايز اعرف بس تفصيل، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، الموضوع ده هيطول بس محتاجين نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني، مكملين حوارنا عن الجمباز، استنونا عندنا مفاجآت كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور ايهاب رئيس اتحاد الجمباز، اول ما حضرتك توليت المسؤوليه يمكن توليت في انتخابات 2017، بس قبلها جيت على راس لجنه كان الاتحاد معرض للايقاف الدولي نتيجه قصص وحوارات. احكي لنا الموضوع بقى، موضوع اللجنه، وجيت من بعيد ازاي لغايه ما شفنا المنظر اللي علينا يعني مع ترابيزه الماليات. هو كان في مشكله في الاتحاد المصري للجمباز لمده 7 أو 8 سنين، مشاكل كتير ادت في الاخر في 2015 الاتحاد الدولي اصدر قرار بايقاف الاتحاد المصري للجمباز. عناوين المشاكل دي يعني مش هنقول كلها، اهم مشكله ايه؟ منشطات مثلا؟ لا 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 خالص، كلها مشاكل اداريه تمام. اختلافات خلاص خلص. تمام. اتوقفنا 2015، جيت مع لجنه معينه كان هدفنا ان احنا نرفع هذا الايقاف، عملنا فعلا البروسيدجرز كلها المطلوبه، شفتوا الدولي طلباته ايه ومشيتوا عليها، رفعت 6 شهور خلصنا تمام. يعني 6 شهور كان الموضوع خلص والامور زي، ودي كانت بناء على طلب اللجنه الثلاثيه مهندس هشام والدكتور حسن، كان الدكتور المهندس خالد سعيد تمام بالظبط، وخلصنا المهمه بتاعتنا وكنا عايزين نمشي. ف اتمدنا تاني عشان قانون الرياضه كان لسه ما خلصش سنه عشان يطلع للنور، قعدنا سنتين يعني احنا كنا جايين 6 شهور قعدتوا سنتين، قعدنا سنتين دخلتوا بقى في التهاليز اللعبه، ما كناش قادرين نشتغل قوي، بس اخر 6 شهور بدانا نتحرك شويه ونحرك اللعبه، وانا كنت ايامها خلاص حطيت بلان اللعبه وكان ايامها فعلا اللي بشكره شكر جزيل يعني اللي كان مقتنع بيا قوي وما زال لحد النهارده من اقوى المؤيدين ليا واللي ساندني في مجال الاتحاد، مهندس هشام حطب. هو اكتر رئيس واحد الاولمبيه طبعا، اكتر واحد في مصر وقف معايا وحارب معايا في الانتخابات عشان امسك الاتحاد، لانه شايف فيك حاجه، الوحيد الوحيد في مصر اللي كان واقف في ظهري في الانتخابات دي. ربنا كرمني وانت دخلت وقلت له خسرتوش. لا ورحت قلت له، قلت له الوقفه دي نتحاسب بعد 4 سنين، قلت له انا زي ما انت وقفت معايا انا لازم اشرفك. والحمد لله كملنا الشغل، كان البلان جاهز يعني من اول يوم قعدنا مع المجلس كلنا مع بعض، انا معايا مجلس يعني احسد عليه ما شاء الله، كلهم ناس محترمه، كلهم ناس
ذوي حيثيات في المجتمع، في منهم رجال أعمال، في منهم أساتذة وعمداء كلية التربية الرياضية، يعني لا كلمة كبيرة قوي. المجلس تعاون كبير جدا بيننا وبين بعض، متفاهمين، حطينا خطة. أول يوم أول اجتماع قعد 8 ساعات ونص، طبعا 8 ساعات ونص حطينا فيهم خطة الجمباز الأربع سنين كاملين. لحد النهاردة احنا شغالين على الخطة اللي اتحطت في هذا اليوم وبالتشكيلات اللي اتحطت. احنا تقريبا عندنا نوع من انواع الاستقرار التام، يعني ما حصلش تعديلات، ما حصلش تعديلات لا في الاجهزه الفنيه او بسيطه جدا اللحظات خلال الاربع سنين. الاتحادات اللي ملهاش حس يعني بتشتغل في صمت يعني. بس خلينا برضو اجي الناس برضو نديها حقها، طبعا دي بطله عالم ونجمه كبيره جدا. طبعا. طيب خلينا نقول ان بطله البحر المتوسط كمان ده 2018 لسه بتقول كمان يعني. خلينا نقول ان انت اكيد في مدرب اثر معاك، يعني في مدرب حطك على التراك الصحيح سواء في البطولات الدوليه او في المحليه. مين اكتر مدرب اثر فيكي وحسيت ان هو ادالك شخصيه البطل العالمي؟ هو انا اول ما بدات مع كان في معايا مدربين كتير، بس كان في مدرب متولاني قوي من وانا صغيره، كابتن محمد مدكور اسكندريه. ده كان بدأ معايا وانا صغيرة ووقف معايا كتير، كان هو اللي أسسني تقريبا حوالي 4 أو 5 سنين. كنت وصلت كم سنة بقى؟ حوالي 10-11 سنة مثلا. ده سن تشكيل اللاعب في الكومباوز بتهيألي يعني. كان يعني كنت تقريبا بدأت يعني أخدت البدايات كلها بتاعت اللعبة، الاساسيات يعني يعتبر للعبه. وبعدين لما اتنقلت النادي اتمرنت مع كابتن ياسر فاروق، طبعا قعد معايا شويه كتير، وطبعا لعبت معاه بطولات دوليه واخدت بطولات افريقيا لغايه ما بدات مع كابتن احمد عبد الراضي. بدات بقى لسه كابتن دكتور هاد مشيت بيه طبعا، او بدات بقى سيستم مختلف خالص بنظام مختلف تماما عن ما كنت ماشيه. هو ده اللي وصلني اكتر ان انا اوصل للميداليه دي، لان انا بقول لك انا اتمرنت مع كابتن احمد قد ايه؟ من 2015. يعني هو من اول ما بدات معاه واحنا بنستعد للميداليه دي. طيب يعني خلينا اقول انه برضو اللاعب يعني انت اكيد قابلتك صعاب، يعني اكيد تعليم الدراسه طبعا كان موضوع صعب. انت اتخرجتي خلاص طبعا اكيد. اتخرجت واكيد خد من مجهودك كتير، لان طبعا نفس الكلام بالنسبه لكورونا. كورونا جت لعيب الجمباز فيزيكال، فقعدتك في البيت في لوك داون كامل، اكيد ده كان صعاب. كلميني عن فتره الدراسه وبعديها موضوع الكورونا. والله فترة الدراسة أنا كان في أوقات برجع قبل الامتحان بيومين كانت مديرة المدرسة كانت يعني بتنهار تقريبا. في الجامعة كان في أوقات كنت بأجل الامتحان عشان خاطر عندي بطولة، ودي حاجة يعني كانت صعبة مش سهلة. لازم يبقى في دعم من وزارة التربية والتعليم سواء والتعليم العالي. الموضوع بيبقى فيه صعوبات كتير قوي لكل الابطال في كل الالعاب. لازم استثناءات، لازم الابطال يبقى ليهم استثناءات في مواعيد امتحاناتهم، في طريقه ذاكرتهم. لازم الموضوع ده بيواجهوا صعاب. لا والاكثر كمان الطلبه اللي بيبقوا في كليه التربيه الرياضيه بيواجهوا صعوبات اكتر، الحضور حضور وغياب الكليات العمليه. طب خلينا يا دكتور ناخد احد ابطالك اللي شرفوك في كاس العالم ده، معانا زينة ابراهيم اللي طبعا حصلت على برونزيه عرضة المتوازي. اهلا بيك يا زينة. اهلا بحضرتك. وطبعا نسيت اقول ان انت متاهله لاولمبياد طوكيو كمان، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني كلميني عن انجازك الجميل، يعني طبعا اكيد برونزيه عالم وعلى ارض مصر، اكيد دي كانت حاجه يعني اسعدتك. كلميني عن شعورك لما حصلت على الميداليه دي. طبعا انا اول ما طلعت على المنصه كل الصعوبات والتعب يعني كان احساس بصراحه حلو قوي، كل حاجه نسيتها، بس يعني الميدالية بصراحة حلوة قوي بالنسبة لي، وإن ده أول كأس عالم يتعمل في مصر وإن أنا أشارك فيه. طبعا كل حاجة كانت حلوة، التقديم كل النواحي كانت حلوة بصراحة، ودي حاجة مشرفة جدا يعني. أنا كنت انبسطت جدا من البطولة. طب زينة قولي لي، ده أول كأس عالم ليكي تلعبيه ولا لعبت قبل كده؟ لا أول كأس عالم يتعمل. يعني لسه ما شاء الله. لسه صغيرة ما شاء الله، 17 سنة مش كده؟ يعني لسه ان شاء الله عندك العمر، يا رب يديك العمر ويحفظك من الاصابات. طب يعني هتعملي ايه في الاولمبياد بقى زينه؟ مشرف مصر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت متحمسه للموضوع ده؟ يعني عندك هدف تروحي تاخدي ميداليه ان شاء الله ولا ايه؟ قولي لي.
ان شاء الله يعني ببقى من احسن اللاعبات هناك. طب قولي لي مين اللي كان بينافسك على التأهل برضو يا زينة عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا، لان انا اعرف ان كان منافسه مصريه صح؟ لا هو في بنات يعني معايا بنتين من مصر برضو، وكان في من جنوب افريقيا ومن الجزائر. وكان الجزائر، كان الدكتور ايهاب بيقول الجزائر. طب مين اللي جه بعديكي في المركز الثاني والثالث يا زينة؟ زميلتي من الفريق كانت تاني اسمها فرح احمد، والثالثه. طب قولي لي يا زينة، انت رايحه بطوله الدوحه اللي جايه الاسبوع الجاي ولا لا؟ رايحه ان شاء الله. طب ايه مستعده كويس ولا ايه النظام؟ لا ان شاء الله. على فكره دكتور ايهاب امين قاعد اهو بيقول لي ده هي طالعه من التمرين وراجع، مش يعني ما عندناش هزار، ده بس عشان خاطرنا يعني خليكي تسجلي معانا. فعايزك تشرفي مصر يا زينه زي ما شرفتونا. طب انت قولي لي، انت كنت سعيده اكيد طبعا دي اول بطوله عالم ليكي وفي مصر، الاجواء والفرحه وان كل مصر كانت متابعاكي ولا لا؟ طبعا كان في تشجيع ودعم كتير قوي. انت حسيتي ده كلعيبه؟ يعني انا برضو عايز اعرف احساس اللعيبه. طبعا الاتحاد ورئيس الاتحاد طبعا منورنا ومشرفنا، حاسس بالدعم. انت كلعيبه حاسه بالدعم ده ولا لا؟ طبعا كتير كان. يلا ربنا يكرمك يا زينه. زينه ابراهيم طبعا لعيبه الجمباز، وبشكرك شكرا جزيلا. وطبعا حصلت على برونزيه عرضه المتوازي، وكمان تاهلتي للاولمبياد طوكيو، بتمنى لك كل التوفيق يا زينه ان شاء الله. طيب يعني احنا لازم نطلع لفاصل. بشكرك يا نانسي، انت طبعا يعني هتخرجي في الفاصل، وهينضم لينا علي زهران طبعا النجم الكبير اللي خد ميداليه ذهبيه، والدكتور بعد اذن حضرتك نكمل معانا ان شاء الله، لان لسه عندنا كلام كتير نقوله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا مع دكتور ايهاب امين، معانا طبعا على علي زهران نجم منتخب مصر واللي حصل على الميداليه الذهبيه في الحلق، ولكن بعد الفاصل.